إيكوسبور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إيكوسبور. نبدأ نشرتنا بقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد اجتماع المكتب التنفيذي اليوم العشية. أكيد التفاصيل جينا في المباشر مع عند مبعوث إكسبريس إف إم الخاص لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم أنيس السحباني. مرحبا أنيس. مرحبا بك، تحية ليك ولكل المستمعين. بالفعل قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم إقرار النتيجة الحاصلة على الميدان وهي انتصار المنتخب المالي أمام المنتخب الوطني التونسي 1-0 واعتبار تونس غير منسحبة من المباراة، يعني وكأن ما صار شيء في المباراة، وكأن الماتش وفي ظروفه الطبيعية. الشيء هذايا الحقيقة على الميدان ما صارش. على كل المنتخب الوطني التونسي مطالب لأنه يعني يجي صفحة المباراة المنتخب المالي نهائيا والاستعداد لمباراة المنتخب الموريتاني الأهم بتبيعه نهار الأحد 15 في ملعب الليمبي، تمارين نهار الخميس والجمعة في نفس التوقيت 15 ونهار الجمعة بتبيعه التمارين دون أو يكلو دون حضور الوسائل الإعلام. نهار السبت بشكون ندوة صحفية لمدرب المنتخب الوطني التونسي ثم حصة تمارين العشية، ونهار الأحد إن شاء الله الموعد باش يكون مع المباراة الهامة. قبلها باش يكون حفل استقبال صغير على شرف الوفد الإعلامي من السيد سفير تونس بالكاميرون السيد كريم بن بشر، وطبعا الظروف طبعا إن شاء الله تكون مواتية للمنتخب الوطني التونسي اللي نجم نعتبروه حالة بعد قرار الكاف. دونك غامبيا ومالي كل واحد في رصيده 3 نقاط بتساوي، وتونس وموريتانيا برصيدهم 0 نقاط، يعني مباراة فاصلة بين تونس وموريتانيا، لأنه لا قدر الله الملازم في المباراة الجاية تقريبا باش يكون غادا كان الكاميرون 2022. شكرا لك أنيس السحباني مباشرة من ليمبي من الكاميرون. تمكن المنتخب الكاميروني من حجز أولى المقاعد في دور ثمانيائي كان الكاميرون بعد الفوز في مباراته الثانية من منتخب أثيوبي بنتيجة 4-0 مقابل هدف قلب منتخب البلد المنظم الطاولة على منافسه اللي بادر بالتسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق أوتسيبا قبل ما يدرك الكاميرون التعادل في الدقيقة الثامنة عن طريق توكو. وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب الكاميروني بفضل أهداف أكيد فانسون أبو بكر في 2 مناسبات، وهكا يسجل 4 أهداف فانسون أبو بكر في بطولة كأس أمم إفريقيا لحد الآن. بهذه النتيجة رفع منتخب الكاميرون رصيده من النقاط إلى 6 في المقابل. ما نجحش منتخب أثيوبيا في تحقيق أولى النقاط في الكان بعد 2 هزائم متتالية. الرأس الأخضر بوركينا فاسو المباراة تلعب حاليا وإلى حد الآن نتيجة أصفار بعد 35 دقيقة لعب. مباراة الجمعة ماضي ساعتين السنغال ضد غينيا، 5 المغرب ضد جزر القمر، وأيضا الملاوي ضد زيمبابوي، و8 متاع ليل الجابون تلعب ضد غانا. لجنة تعيينات الحكام في الكاف أعلنت عن تعيين الحكم الدولي التونسي صادق السالمي حكم لمباراة المنتخب المغربي وجزر القمر اللي دور أكيد 5 متاع العشية في إطار المجموعة الثالثة منافسات كأس أمم إفريقيا. وسعد السالمي كمساعد أول للتونسي خليل حسيني ومساعد ثاني عبد الرزاق أحمد من جيبوتي وحكم تقنية الفار التونسي هيثم جيرات ويساعده المصري محمود البنا. اللاعب السابق للإتوال والنجم الاتحاد الرياضي ببن قردين أمضى عقد لمدة 2 مواسم أكيد هذا موضوع للمتابعة. أنس جابر غادرت بطولة سيدني للتنس بعد تعرضها لإصابة على مستوى الظهر في مباراة الدور ربع النهائي أمام كونتا فيت، ولعبت أنس جابر فقط الشوط الأول وانهزمت بنتيجة 6-4 قبل ما تقرر الانسحاب من المقابلة بسبب الإصابة. نجمة التنس التونسية باش تواجه نهار الاثنين القادم في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس نوريا دياز أكيد أولى دورات الجراند سلام اللي تفتتحها نجمة التنس التونسية. الرياضة مزيد متواصلة على السيت نتاعنا www.radioexpressfm.com. باي باي.